صار في سيدي بوزيد ممكن تكون مسرحية سيئة الإخراج. شباب ثائر عمل ثورة، طمح في تونس الغد، طمح في مواطن شغل، طمح في تنمية، طمح في بلاصة تضمن له حياته هو وصغاره. للأسف الشديد كل المشاريع اللي كانت في سيدي بوزيد حبر على ورق، لا مواطن شغل. عندنا قانون عدد 38 معطلين على العمل، وعدونا بانتداب لمن طالت بطالتهم، لكن ب 10,000 بلا انتداب. للأسف الشديد وعد من غير موارد مالية. استفزنا وزيرة الوظيفة العمومية ببرشا إقصاءات، كما إقصاء العمارة من 45 سنة، كما إقصاء جماعة السيناسيس واللي عنده شغل هش. احنا اليوم كشباب جماعة سيدي بوزيد شباب ثائر على الوضع اللي راه اللي نعيشوا فيه، ونحملوا مسؤولية اللي قاعد صاير كل الحكومات والرؤساء ثلاثة. وللأسف الشديد كل حكومة تجي لتونس تسرق وتخلي الزوالي يسرق وتغرق سيق. للأسف الشديد قبل ما نقول لك يعني شنو الإنجازات وشنو اللي تبدل في سيدي بوزيد، باش نقول لك اليوم محمد البوزيزي اللي في مثل هذا اليوم بالذات من 2010 أضرم النار في جسده، تعتبره نعمة أم نقمة على سيدي بوزيد؟ اللي صار هو حدث تاريخي، اللي صار انه حدث تاريخي خلى كل الفئات الاجتماعيه ثورة على المنظومه الفاسده. احنا كنا نستنوا في حدث تاريخي خلونا نخرج للشارع ونطالبوا بحقنا، وكان هو حدث اسقاط العهد البائد بن علي. للاسف الشديد انا كمعطلة على العمل، انا وكشابه من ولايه سيدي بوزيد، اللي صار في سيدي بوزيد كارثه ما تمتعناش بها. محمد البوزيزي نعمة أم نقمة؟ بالنسبة لي تحب الحق نقمة. نقمة نقمة لا لشيء، نقمة للحكومات اللي تعاقبت على تونس، لأنه ما فما حتى حكومة قدمت لنا مشروع للتنمية. هذه نعتبرها أنا نقمة، أما احنا بالنسبة كسيدي بوزيد هي ذكرى الانتفاضة على نظام بائد. من هنا انطلقت شرارة الثورة في تونس حتى للوطن العربي واغلب البلدان العربيه. اليوم قبل ما نقولوا يعني شنو تبدل في 10 سنين وشنو الانجازات اللي تقدمت لسيدي بوزيد ولتونس في 10 سنين، انت تعتبر محمد البوزيزي اللي في النهار هذا حرق روحه 10 سنوات التالي نعمه ام نقمه على تونس؟ محمد البوزيزي ما حرقش روحه. محمد البوزيزي حي موجود يرزق، وكل بشرة تشوف فيه توا ستي وسي لوي مام محمد البوزيزي حي في انفس الناس، في عقولات، في دمومات، في الارض اللي تشوف فيها محمد البوزيزي موجود. تصحيحا للتاريخ، محمد البوزيزي كان هدد ما حرقش، كان هدد، لكن الله غالب، الماده اللي صب على نفسه سريعه الالتهاب. باه تحب ترجع لي للانجازات، شكون يقوم بها الانجازات؟ نورمالمون الدولة. الدولة تكون ولادة لأنها أم. والأم عادة كيف تجيب تربي. شنو ربت نحن؟ شفتوا الموجود تو كامل. كامل. فما منه حتى شيء. اللي ترى فيه جيست هكا هياكل نتاع عباد وناس تمشي ناس تمشي وتجي، وكيما تشوف تو في الدخان نفسه هذا. نفسه كل عام يتجدد. كل لحظة تتجدد. اللي حاجتنا نحب نشوفوا دولة موجودة. الموسم هذا والعام هذا الذكرى هذه كانت مختلفة على باقي السنوات الفارطة. السنة تحسهم الناس مش راضيين وغاضبين، وفما هكا الكل رافضة، وسمعنا حتى شعارات ديجاج في وجه النظام وغيرها. علاش؟ الغضب موجود لأنه الله غالب، خاطر الحاكم ظالم. معناها السلطان ظالم اللي هو الحاكم، سكون الكتله الكبيره اللي نحن نعرفوها، شكون جانا طلع البدر عليهم وما نعرفش باش يخرج، ما نعرفش بجهنم ولا النيريا. هذاك علاش العباد هكاك؟
اعتذار قيس سعيد مقبول اليوم ولا مش مقبول؟ هو على فكرة كقيس نورمالمون ما ينجمش يجي، ما ينجمش يجي. انا واحد من الناس مش باش نقول لك ناظروا ما يجيش، هو كي باش يجي شنو نسبق؟ ما تقوليش راه قيس سعيد عنده عام ولا عنده ستة شهور، ما يهمنيش. انا عندي رئاسة الدولة موجودة لهنا، انا عمري 50 سنة نعرف البلاد هذه ما تزادها شيء ومش باش يتزادها، ولو انه سيدي قيس سعيد منه 10 و15 و20 واحد و20 رئيس دولة اخر كيف قيس سعيد، شنو باش يعمل؟ مش باش يعمل حتى يطرش عليه، لانهم برمجوا برمجوا محطوطين هكاك مش بكيف. 10 سنوات على اندلاع ثورة الحرية والكرامة والربيع العربي، اليوم أهالي سيدي بوزيد وكأنهم ليسوا سعداء بهذه الذكرى واللي هي الذكرى 10. علاش؟ ما الذي يحدث في سيدي بوزيد؟ أولا أنا شخصيا أهنئ الشعب التونسي وأهنئ أهالي سيدي بوزيد وأهنئ جميع الأحرار بثورة 17 ديسمبر في الذكرى 10. أبناء سيدي بوزيد يحيون الذكرى 10 وليس يحتفلون، لأنه الاحتفال هو مسألة ثانية. يحيون الذكرى 10، طبعا هنالك حالة من الاحتقان وهنالك حالة من الغضب صحيح عند بعض أبناء سيدي بوزيد، وهذا مسألة طبيعية. نظن أن تونس بعد الثورة هي دولة الحرية والديمقراطية ودولة حرية التعبير. هنالك أيضا غياب المنجز التنموي، هنالك صعوبات في المنجز التنموي تحققت بعض الأشياء صحيح. هنا مثل على سبيل الذكر أنه الطرقات اللي وقع إنجازها في سيدي بوزيد بعد الثورة أكثر من الطرقات اللي وقع إنجازها من الاستعمار إلى الاستقلال. ثم المشاريع الكبرى اللي المفروض ترى النور كما كلية الطب، كما سوق الإنتاج، كما المستشفى الجامعي، كما المجلس الأعلى للجامعات المحلية، كما طريق السيارة، كما الغاز الطبيعي، العديد من المشاريع الكبرى المفروض أنها تغير البعد التنموي في سيدي بوزيد إلى حد الآن فيها صعوبات كبيرة وإلى حد الآن لم ترى النور. من حق أهالي بوزيد أن تتوجد معامل كبيرة قادرة بالشغل تخدم آلاف كما قاعد تتنصب المعامل هذه في جهات أخرى، من حق أبناء سيدي بوزيد أن تتوجد المعامل هذه. لكن هذا ما يعنيش أن أبناء سيدي بوزيد نادمين على الثورة، لا بالعكس، نحن يعني لسنا نادمين على الثورة ونعرف أنه دائما الثورات يعني تعطي نتائجها بعد مدة. نحن ندعو السلطة المركزية والسلطة الجهوية وغيرها إلى أن حقيقة تلتفت إلى الجهة هذه وتحاول تحقق لها مطالبها، لأنه الشعب الناس اللي قامت بالثورة هنا في سيدي بوزيد حبت ترى النتائج. إلى حد الآن ما ثماش النتائج، نرجو أن يقع تدارك هذا الوضع في أقرب وقت. اليوم اعتذار رئاسة الجمهورية على عدم حضور الرئيس، كيفاش تفسروا؟ هو حقيقة رئاسة الجمهورية ربما لم تحضر لأنه كانت وعدت في المناسبة السابقة بأنه يقع قرار 17 ديسمبر كعيد للثورة، لم يقع هذا المسألة. ثم قال أنه باش قيس سعيد قال سوف نعود بعد مدة قليلة، هذا قبل بعام، ونجيب بعض المسائل التنموية، لكن ما هذا ما وقعش. ربما سيد رئيس الجمهورية ما لقاش حاجات باش يجي بها لسيدي بوزيد. ثم سيدي نذكروا نحن أنه في 2014 عندما وقع رمي هنا بالرئاسات الثلاثة بالحجارة وغيرها، وهذه من المشاكل الكبرى اللي خلت أنه سيدي بوزيد وقع تشويها جوة سيدي بوزيد من طرف الدولة العميقة والمنظومة القديمة. أعداء الثورة في تونس يحبوا يشوهوا سيدي بوزيد لأنه رمز للثورة، رمز للحرية ورمز للثورة، يحبوا يشوهوا ثورة 17 ديسمبر، وربما نجحوا في نسبيا في هذه المسألة. يجب أن نوحد جهودنا من أجل أنه سيدي بوزيد والمناطق المهمشة كلها تأخذ التمييز الإيجابي وتأخذ المطالبات التنموية، ويوقع تمليك مثلا الشباب المعطل العمل بالمشاريع الفلاحية بالأراضي الفلاحية المتروكة. ونحب أنه الرئاسات الثلاثة تلتفت حقيقة إلى سيدي بوزيد بأتم معنى الكلمة. الذكرى 10 لاندلاع ثورة الياسمين، ثورة الكرامة والربيع العربي، شنو اللي تبدل في سيدي بوزيد؟ اللي ساعة احنا نهني الشعب التونسي بالذكرى 10 لثورة الحرية والكرامة اللي تحقق، نجموا نروا حوايج ايجابية تحققت في الثورة هذه. هو اولا معناها دستور 2014 هو انجاز عظيم، انجاز ثوري عظيم. ثانيا نحن نعرفوا الانتخابات تعاملت على مستوى الوطني، شهد لها كل العالم، انتخابات نزيهة
المكاسب يعني هيئة وطنية مستقلة للانتخابات هي اللي تشرف على الانتخابات كانت قبل مش كفاكة. ما ننسوش أنه حرية الرأي، حرية الرأي والتعبير والتفكير هذا كل مكسب المكاسب الثورة. بعض المشاريع اللي تحققت بعدها الأكثرية أنه مازال برشا حوايج طموح الشعب وطموح الشباب في معناها مشاريع تنموية في التمييز الإيجابي للمناطق المحرومة هذه، لأنه باقي مازال معناها ما ثمش تمييز إيجابي صحيح، باقي المشاريع على أغلبها تتعمل على مستوى بلايص غير بلايص أخرى، تشوف الجنوب الوسط الشمال الغربي برشا بلايص معناها محرومة. بالعمل بقيمة العمل ننجزوا الكثير في الثورة هذه، شرط أنه كلنا مع بعضنا مقاومة الفساد، يعني أكبر عائق يعيق التنمية ونجاح الانتقال الديمقراطي هو الفساد المستثري في محليا وجهويا ووطنيا. نأكدوا برشا على معناها مواصلة النجاح المسار الانتقالي، مع أن حل آخر غير قيمة العمل. اليوم غياب رئيس الجمهورية وبعد البلاغ اللي شفناه من رئيس الجمهورية اللي أكد عدم حضور رئيس الجمهورية وحتى رئيس الحكومة ممكن حتى رئيس البرلمان مش يكون حاضر، شنو رأيك في الشيء هذا؟ هل أنه 17 ديسمبر أصبحت ذكرى عادية ولا كيفاش؟ المؤسف أنه ذكرى 17 ديسمبر هو ثورات تؤرخ ببداياتها، لأكيد أي ثورة تؤرخ ببداياتها. اليوم 17 ديسمبر تقريبا كان سيدي بوزيد تحتفل به على مستوى وطني، اللي هو المفروض اليوم يكون الاحتفال بذكرى الثورة. اليوم ما ثمش يوم راحة، اللي المفروض أنه يوم راحة يكون موجود نهار 17 ديسمبر احتفالا بذكرى الثورة. غياب الرؤساء الثلاثة علاش؟ المفروض أنه السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس الحكومة اليوم يجوا لسيدي بوزيد ويلقوا الاستقبال ويلقوا المضياف ويكونوا مجلس جهوي، كان يكون هنا مجلس جهوي ممتاز لمناقشة المشاريع المعطلة لمساعدة المنطقة هذه باش تنهض، وهذا راهو مش رمزية، لازم المفروض أن الرؤساء الثلاثة كانوا يكونوا هنا موجودين في سيدي بوزيد.